إذا قال سائح اسكتلندي إنه عثر على كاميرا خفية في أحد الشقق في تورونتو الكندية التي استأجرها من خلال موقع Airbnb الشهير. الكاميرا كانت مخفية في ساعة إلكترونية، وسرع السائح إلى إبلاغ الشرطة التي استجوبت مالك العقار لتبين أنه يملك 6 عقارات أخرى يقوم بتأجيرها عبر منصة Airbnb، ولديه مئات التقييمات الإيجابية. وهذه الصور التي وجدها السائح الأوروبي ونشرها على مواقع الإنترنت المختلفة. كما تلاحظون وجد الكاميرا داخل ساعة إلكترونية موجودة في غرفته، وكانت هذه الكاميرا تسجل تقريبا كل شيء. الجميل في الأمر أنه اكتشف هذا الأمر بعد 20 دقيقة فقط من دخوله إلى الشقة. هل هذا الشخص من الـ FBI؟ هو ليس من الـ FBI، لكن كان كما قال في صفحته على الفيسبوك لديه هوس بمعرفة الأشياء الموجودة في الغرفة، وقال في نفسه ماذا لو يوجد شيء مريب داخل هذه الساعة. وفعلا اكتشف أنه يوجد كاميرا. الغريب في الأمر أسماء أنه بمجرد أن خرج من هذه الشقة، لأنه اكتشف أن هنالك كاميرا تصوره، ذهب إلى موقع Airbnb واستأجر شقة أخرى من نفس الموقع وذهب إليها مرة أخرى. نعم طبعا هذه الحادثة تكرر، سمعنا عنها كثيرا في السنوات القليلة الماضية في الكثير من الفنادق، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي كانت ضجت بهذه الأخبار. نعم. ودعت من يستأجر شققا في الفنادق إلى أن يتحرى عن مدى الخصوصية التي ستوفرها هذه الفنادق لنزلائها. توجد في مواقع معينة توجد طريقة أو طرق مختلفة من خلالها يستطيع المرء أن يتأكد أن كان وراء هذه على سبيل المثال الأماكن معينة في داخل الفندق، ما إذا كانت تحتوي على كاميرا أم لا، وأحيانا تكون مخفية خلف شاشة التلفزيون أو منبه مثل ما شاهدنا قبل قليل معك. طبعا الأمر لن يكون سهلا أن تكتشف كل شيء في الغرفة. موقع Airbnb قال في تصريح له بأنه يأخذ قصة الخصوصية بمحمل الجد، وأعبر عن دعمه الكامل لهذا السائح الاسكتلندي، وقال بأنه سيتخذ إجراءات عقابية لمالك هذا العقار، وأزال تقريبا كل الشقق من موقع Airbnb، ودعا الناس إلى مواصلة تأجير شققهم وغرفهم لناس آخرين.